بسم الله الرحمن الرحيم. Introduction to Titration. تعريف التيتريشن هو عبارة عن method to determine the quantity of a reagent أو known concentration required to react with known volume of sample اللي هو unknown concentration. Types of volumetric titrations. الفوليومتريك تيتريشن كان بي ديفايدد انتو ممكن نقسم الفوليومتريك تيتريشن الى اكثر من حاجة اللي هم اسيد بيز احيانا نطلق عليها نيوتراليزيشن. البريسيبيتيشن تيتريشن كومبلكس فورميشن ايضا تعتبر من الفوليومتريك تيتريشن. والنوع الاخير اللي هو الاكسيديشن ريدكشن واحيانا يختصر بريدوكس. في تيتمتري وي اد ريجنت كولد تيترنت. يعني في التيتمتريك او الفوليومتريك تيتريشن احيانا نطلق على الماده المحلله تيترنت. والمحلول اللي هو سوليوشن كونتيننج انذر ايجنت يسموه تيترنت. وبعد كده يفاعلهم مع بعض. في حاله الاسيد بيز تيتريشنز الاسيديك او بيزك تيترنت reacts with a tetrand that is a base or an acid. يعني استطيع ان انا اعاير المادة القاعدية بحمض او العكس. الكومبلكسيومتريك تيتريشنز هذه عبارة عن ميتال ليجند كومبلكسيشن. وبنتعرف ايش يعني على ميتال ليجند لما نجي في شرح الكومبلكسيومتريك تيتريشنز. في الريدوكس تيتريشنز هنا يحصل أن التيترنت is an oxidizing or reducing agent. إما أن يكون مادة مكسدة أو يكون مادة مختزلة. يعني أفعل مادة مكسدة بمادة مختزلة أو أن أنا أعاير المادة المختزلة بمادة مؤكسدة. في حالة البريسيبيتيشن تيتريشنز أو المعايرة الترسيبية أن التيترنت والتيترنت بيكونوا لي بريسيبيتيت بيكونوا راسب. وهذه عبارة عن تفاعل الأيونز. يحصل تفاعل الأيونز ويكون هو ما يسمى بالراسب أو بريسبتيت. في حالة الأسيد بيز تيتريشن عندك الأسيد ممثل بالـ HA زائد اللي هو البيز اللي هو NOH وإن هذا عدد المولات بيعطي لك الـ A زائدا ما. يعني معروف أنه تفاعل أي حمض مع أي قاعدة بيعطي لك اللي هو السولت زائدا الماء. لكن كيف استدل على الايكويفالنس بوينت او نقطة انتهاء التفاعل او نقطة التكافؤ؟ الايكويفالنس بوينت بيعرف على ان البوينت which the reaction is just complete. يعني كيف استدل ان الرياكشن هذا كومبليت او انتهى التفاعل؟ عن طريق لما احدد ما يسمى بالايكويفالنس بوينت او نقطة انتهاء التفاعل نقطة التكافؤ. بيستخدم مواد تسمى بالإنديكيتورز لتحديد الإند بوينت. لكن الإند بوينت تعرف على أنها الإكسبرمنتري ريأكشن إز أوبزيرفد تو بي كومبليت. يعني عندما تلاحظ أن التفاعل انتهى فهذا يمثل عندك اللي هو الإند بوينت. الأماونت أوف بيز كمية القاعدة اللي أنا محتاج لها عشان أوصل إلى نقطة التكافؤ تعتبر independent of the strength of the acid. يعني ما لهاش علاقة بقوة الحمض أو قوة القاعدة. فالhole phases of titration relies on these facts. يعني كل عمليات المعايرة سواء كانت acid phase أو precipitation أو redox أو complexometry كلها تعتمد على قاعدة واحدة أنها تعتبر independent of the strength of the acid. في المعمل انت بتجيب اللي هو ما يسمى بالبيوريت او السحاحة تملاها بالمحلول. والسحاحة هذه مدرجة من اعلى الى اسفل. وعندك اللي هو الكونيكال فلاسك بنحط فيه الانون سواء كان اسيد او بيز. ونحط الانون المحلول المعلوم تركيزه في البيوريت.
وبعد كده نبدأ نضيف قطرة قطرة لغاية ما يحصل تغيير في اللون. نستدل عليه طبعا بإضافة الانديكيتور دليل. وعند نقطة التكافؤ أوقف السحاحة وبعد كده أشوف الحجم النازل وأطبق علاقة معينة لحساب التركيز المجهول عندك. عشان أحدد نقطة التكافؤ إما أننا نستخدم الـ pH measurements، والـ pH measurements هذه تعتبر أكثر الطرق مباشرة لقياس الـ equivalence points. الكومون اسيد بيز انديكيتورز هذه انواع من الادله اللي مستخدمه في حالات تفاعل الاسيد بيز. عندك الفينول فيتالين والميثايل اورنج والميثايل ريد. وطبعا في حاله الميثايل ريد البي اتش بيكون المدى حقه رينج من 4.4 الى 6.2. في حالة الميثال أورنج الـ pH بيتراوح من 3.1 إلى 4.4. واللون للأسيد بيكون ريد، لون القاعدة بيكون أورنج يلو يعني برتقالي مصفر. في حالة الفينول فيتالين الـ pH عنده من 8 إلى 9.8. في الوسط الحامضي بيكون لونه شفاف كلير، في الوسط القاعدي بيكون ريد فايلوت يعني بنفسجي محمر، لكن في حالة مثال ريد بيكون في الوسط الحامضي أحمر وفي الوسط القاعدي بيكون أصفر. جايب لك هنا الفينول فيتالين كدليل بيكون مرتبط بالـ H to IN لو انديكيتر. بيحصل عندك انديكيتر هنا وبعد كده انديكيتر بيرتبط بالـ OH، وهذه الصيغة الكيميائية للمركب اللي هو الانديكيتر مع الـ OH. الصيغة الكيميائية للانديكيتر فقط، الصيغة الكيميائية موجودة في اللي هو الـ H. هنا الـ pH من 0 إلى 8.2 بيكون colorless عديم اللون. بعد كده عن 8.2 إلى 12 بيتحول البينك إلى فوكاسيا أو برتقالي. أكثر من 12 بيكون كالرلس. طبعا احنا بنحلل العينة، لكن الغرض من تحليل العينة هو حساب الكونسنتريشن، حساب التركيز المادة المجهولة. فالأدلة هذه تساعدنا على أننا أوصل إلى الـ equivalent point أو أحدد متى أوقف التفاعل. في الشريحة دي اللي بتشرح الفينول فيتالين عندما يكون unionized غير متأين، الصورة المتأينة بينفصل الـ H عن الـ indicator، وهذه يسمى الـ ionized form أو الصورة المتأينة. هنا الصيغة الكيميائية للدليل الغير متأين، وهنا الدليل المتأين. هنا في البيزك ميديم بيكون بينك، لكن في الأسيد ميديم بيكون كلر لس. طيب كيف يتحول اللون من كلر لس إلى بينك؟ لما أضيف كمية صغيرة من الأسيد، فالأسيد هذا بيحصل عندي هنا ما يسمى بالكومون ايون أو كومون إفكت. The reaction of ionization of indicator هنا is directed to left، لأن الكومون ايون هنا يزود تركيز الهيدروجين فيخلي التفاعل ناحية اليسار، decrease the ionization. عشان كده بيظهر عندك اللي هو إيش؟ colorless عديم اللون. في حالة أن أنا أضيف بيز هنا ما عنديش هنا كومون ايون، لكن عندي بروتون بيتفاعل مع OH
ومعروف انه بيكون الماء. إذن water is formed and H plus ion decreased. ليش؟ لأن الـ H هاي بتسحب الـ OH، الـ H هاي بتسحب الـ H هذه، فبيقل التركيز هنا. لما يقل التركيز بينزح التفاعل ناحية اليمين فيعطي لك اللي هو إيش؟ اللون بينك. في حالة الـ acid base saturation how to prepare a solution from solid compound؟ إن أنا كيف أحضر محلول من مادة صلبة؟ مثال: prepare 100 ملي solution of 0.1 normal borax. معروف ملح البورax يعطي الكيميائية Na2B4O7 وعنده 10 جزيئات من الماء مرتبطة. في البداية نحسب اللي هو الوزن الجزيئي للبورax. إذا كان الصوديوم 23 والبورون 15 أو 16 والأكسجين 16 والهيدروجين 1، فيطلع الوزن الجزيئي للبوركس 381.4 جرام لكل مول. الإكويفلنت ويت بيساوي المولكر ويت مقسوم على الفالنس، على التكافؤ. فبحسب الويت بالجرام، إنه نورماليتي مضروبا في الإكويفلنت ويت بالفوليوم بالملي على 1000. وطبعا إذا كان عندك الفوليوم باللتر مش محتاج أنك تقسم على 1000. لاحظ أنه الكومباوند مركبات مثل HCl والACl مثلا والKCl إلى آخره، الفالنس بيكون واحد. في حالة البوركس أو السلفوريك أسيد أو كالسيوم كلورايد الفالنس بيكون 2. في حالة ألمنيوم كلورايد أو صوديوم ترايفوسفيت مثلا الفالنس بيكون 3. So in another words، يعني في بمعنى آخر، إنه equivalent weight will be equal to the molecular weight only لما يكون عندك التكافؤ واحد، فبيكون الوزن الجزيئي هو نفسه الوزن المكافئ لما يكون التكافؤ واحد. لكن عندما يكون التكافؤ 2 بيكون الوزن المكافئ نصف الوزن الجزيئي، ولما يكون التكافؤ 3 بيكون الوزن المكافئ ثلث الوزن الجزيئي.